السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة طبعا هنتكلم عن الجي اي 100 اللي هي جي شوك جي اي 100. طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده عن كيفية ضبط الوقت فيها، واتكلمنا برضو عن ازاي يبقى معاك ساعة جي شوك. النهاردة هنتكلم عن بقى ايه الفيتشرز بتاعت الساعة دي. الساعة اولا غطس طبعا 200 متر، تقدر تغطس بيها 200 متر. طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا مش هنقدر نغطس للدرجه بتاعت 200 متر، بس هي الساعه مؤهله ان هي تغطس 200 متر، يعني تسيبها تحت في الميه 200 متر. الساعه طبعا معموله من ماده الريزن. الريزن دي ماده كاوتشوك كده حلوه كده، اللي هي ايه فيها يعني امتصاص للصدمات، لو اتخبطت او حصل لها حاجه تبقى يعني ايه ثابته، ما بقاش فيها نقرات زي مثلا الساعات الاستانلس. تاني حاجه الساعه المادة قصدي المادة الريزن دي، مادة ما بتعملش حساسية للجلد، يعني دي مادة انا على فكرة يا جماعة انا بحب البس الساعة جي شوك جدا في الحر، عشان هي لو انا عرقت ما بتخلينيش ان انا اقعد اهرش او بتعمل لي حساسية في الجلد وانا لابسها. ثانيا الساعة فيها ليد، اسمها النور بتاعها ليد، هبقى اصوركم ان شاء الله لما اروح يعني ايه الليد ده. الساعة لو انتوا شايفين الارقام بتتحرك، لا هي الارقام ثابتة بس هي في التصوير بتتحرك. الساعة مزودة طبعا ديجيتال وانالوج، واللي معرفش يعني ايه انالوج دي يعني عقارب، ساعة عقارب، وديجيتال يعني رقمية، فهي اسمها انا ديجيتال، يعني ميكس كده اللي هي عقارب وساعة بنفس الوقت. دي ساعة في ايدي، ساعة في ايدي تحفة، هي كبيرة. ساعة كمان شبابي، تتلبس على نص كم وانا لابسها على نص كم. حلوه، ممكن تلبس كمان على بدله، بس اعتقدش ان البدله هتفيد الحته دي. في ساعات جي شوك يعني ايه اللي هي اصغر من دي حجما شويه، زي الالارم اللي فيها الارم كده. في حاجه اسمها جي شوك الارم، بتبقى يعني اصغر من دي شويه، او جي شوك دي دبليو 5600. دي دبليو 5600 دي فلات شويه، يعني مش دي. ساعة محترمة جدا يا جماعة. ساعة بتعيش معاكم سنين. ساعة طبعا الفيتشرز اللي فيها طبعا طبعا ضبط الوقت وضبط التاريخ، ده طبيعي، بس كل حاجة بتبقى اوتوماتيك، ما فيش حاجة اسمها مانيوال، يعني ما بتتظبطش ضبط الوقت والتاريخ عن طريق اوكرا زي بقية الساعات. الساعة كمان مزودة بتايمر وستوب ووتش، وكمان فيها الارم، فيها قصدي منبه، حاجة كده في منتهى الشياكة. طبعا يعني هو ده اللي اقدر اقوله. البرايس بتاعها بره مصر حوالي من 70 ل 80 دولار او ل 100 دولار اخرها. اعتقد ده الجي اي 100. البرايس بتاعها ما بيبقاش غالي، يعني بيبقى حوالي 50 دولار، يعني حوالي 1000 جنيه، من اول 50 او 70 لحد مثلا نقول 80 100، يعني في الحدود دي. الرينج بتاعها كويس قوي، مع ساعه قويه وتقدر تشتريها من بره. هنا في مصر في توكيل بي تي سي عامله 3 ل 3200 على حسب البرنت دي اللي هي الديزاين بتاع الساعة. كل ما السايب عليها نقش أكبر كل ما تبقى أغلى. بس كده الساعة قوية جدا يا جماعة، الساعة تعيش معاكم، الساعة التي لا يقهرها الزمن، حاجة في قمة الاحترام. وطبعا أخيرا وليس أخيرا طبعا، لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغط لايك، تعمل سبسكرايب، ولو عجبك الفيديو أكتر وعايز توريه لأصدقائك يا ريت تعمل شير. وبس كده، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا لكم.